نشكر الحقيقة كل النجوم اللي موجودين معانا، ونروح سريعا لإسكندرية. وأكيد إسكندرية الأجواء مختلفة تماما مع زميلنا صلاح عقدة. صلاح مساء الخير، اتفضل. مساء الخير كابتن سيف، مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل اجواء العالم وارجاء العالم من هنا من الاسكندريه. بالتاكيد احتفاليه كبيره جدا. خليني اقول لك بقى عن التنظيم واجواء التنظيم هنا في الاسكندريه. يمكن تم تشكيل لجنه عليا برئاسه اللواء محمد شريف محافظ الاسكندريه لمتابعه كل تفاصيل التنظيم والتجهيز لانطلاق البطوله في الاسكندريه. ايضا يمكن تم كانت البدايه وضع تمثال لعب كره اليد على مدخل الاسكندريه من الطريق الصحراوي. ايضا مديريه الشباب والرياضه الدكتوره صفاء الشريف كان لها دور كبير جدا خلال المرحله الماضيه، وتم بالامس توفير 800 علم تم وضعها على كل الاعمده الاناره الموجوده من اول مدخل الاسكندريه حتى ملعب برج العرب، ومن اول بوابات الاسكندريه على الطريق الصحراوي حتى ايضا صاله استاد برج العرب. ايضا استاد الاسكندريه النهارده كان في احتفاليه برئاسه الدكتور محمد عبد الرازق، كان احتفاليه كبيره جدا النهارده، وضع تميمه البطوله واعلام البطوله وبنرات بالبطوله على كل ارجاء استاد الاسكندريه. ايضا هنا في مكتبه الاسكندريه كان في احتفاليه بوضع بنرات ايضا واعلام مصر واعلام الاسكندريه على كل المنطقه المحيطه لاستاد الاسكندريه. خلي بالك ايضا مديريه امن الاسكندريه اللي لها دور مهم جدا 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 في هذه البطوله عن طريق السيد اللواء مدير الامن بالتعاون مع شرطه النجده بالتعاون مع اداره المرور، يعني تجهيزات امنيه غير مسبوقه. يعني يمكن كان يعني قربت شويه يعني يمكن من او تخطت كمان تنظيم امني لبطوله كاس الامم الافريقيه هنا في الاسكندريه. تم وضع لوحات استرشاديه لكل المتجه الى استاد برج العرب من الاسكندريه الى برج العرب ومن الطريق الصحراوي الى ملعب برج العرب، وتم وضع صور لاعبي منتخبنا الوطني من اول مدخل الكافوري. يمكن كابتن سيف اللي يعرف طريق استاد برج العرب من على الصحراوي مدخل الكافوري وضع اعلام وبنرات ولوحات استرشاديه كبيره جدا تنظيميه كبيره جدا. يعني نتمنى ان تكون البطوله اكثر من رائعه وتتوج بمنتخبنا الوطني يحصل على هذه البطوله. دي كانت اجوانا وكواليسنا قبل انطلاق مجموعه اسكندريه غدا من هنا من اسكندريه. عوده ليك كابتن سيف مره اخرى. شكرا جزيلا زميلنا المتالق صلاح عقدة، وشكرا محافظ الاسكندرية، وطبعا هيبقى تحضير هناك كمان اكثر من رائع.